اليوم كان نقاش حول القضية ديال ندرات المياه، فكما تعلمون الحمد لله كانت أمطار الخير في هذا الشهر، ويمكن نعتبره بأن تساقطات المطر تحت في شهر مارس وبداية شهر أبريل، فهي فاقت تساقطات المطر اللي كانت ما بين شهر شتنبر وشهر فبراير، وهذا كان عنده وقع إيجابي على السدود، وإن شاء الله مع كذلك الثلوج غتزيد تغذي السدود، وهذا غيجعل أن العديد من المناطق اللي كانت مهددة بندرات المياه اليوم الحمد لله يمكن نعتبره بأننا يمكن نجاوزها، بل ثلث ديال السدود اليوم اللي تنتبعوا فهي النسبة ديال الملء تجاوزت 50% وواحدين وصلت حتى 90% إلى 100%، ولكن رغم ذلك فاحنا مستمرين في البرنامج الاستعجالي اللي كنا وضعناه بالنسبة للحوض ديال الملوية، بالنسبة للحوض كذلك ديال التنسيفت، وبالنسبة للأحواض الأخرى المهددة، على أساس أنه أولا نضمنوا البحث عن موارد مائية جديدة، ثانيا أننا نطلقوا محطات ديال تحلية المياه، منها الدار البيضاء الكبرى اللي غتكون عندها تحلية محطة المياه ديال 300 مليون متر مكعب، ثالثا كذلك الحفاظ على المياه الجوفية في إطار اتفاقيات ديال اللي هي مرتبطة بالفرشة المائية، وكذلك العمل على معالجة المياه العادمة، ووضعنا كذلك حملات تحسيسية للاقتصاد في الماء بالنسبة للمواطنات والمواطنين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.